رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل ونتعرف على ضيفة فقرتنا الثانية أختنا في المجادي محفزة في مجال التفكير. نمسى عليك بالخير. مساء النور ومساء الورد على كل المشاهدين يا رب. الله يسلمك. طبعا بالبداية أنا أحب أتكلم عن شغلة، الشغلة هذه قاعد أنا بالبيت وطالع التلفون وينه؟ وين طايح التلفون؟ طالع التلفون مسوين أوفر ومسوين إعلان حق أبليكيشن رائع جدا. قاعد اشوف الابلكيشن هذا شنو؟ مختص بانتياج التحفيز مال التفكير والمديتيشن والمعرف ايش وكذي. ما تقبلت تحفيز التفكير او انه شلون انا اطور من نفسي او اطور من نفسي او اخذ موتيفيشن من جهاز انا استخدمه للكلام. فاللي بسوي انه انا بسوي شيء للتلفون نقطه هني عشان نروح حق اختنا الكويتيه الجول وفعل وتحتها 13 خط فيلم جادي المحفزه للفكر، نقول لها حياك الله وشلون بلشتي مجال تحفيز الفكر؟ بداية كانت من خلال صديقاتي بالعمل أو حتى أهلي واللي حواليني، كنت لما أسولف معاهم في أي موضوع أو أقعد معاهم أحرك شيء فيهم، وشون عرفت هم موتيفيتر فهم يقولون لي هالشيء، يقولون لي حركتي شيء فينا، أو من بعد ما قعدنا معاك فكرنا في مشروع معين أو أوحيتي لنا في شيء ألهمتينا، فقلت ليش ما أبلش هالشيء. وبالفعل بطلت أكاونت إنستغرام وصرت من خلاله أكتب جمل تحفيزية ومرات هم أنشر فيديوهات ألهمتني أنا شخصيا، ومؤخرا عندي حساب في سناب شات أرسل فيه رسائل صوتية تحفيزية حق الناس اللي تسمعني. صار بشكل يومي بهالشيء قاعدة أنت طبعا الشاركين هم بالسناب شات، وصار السناب شات اليوم هو شيء يمكن وجهة الكل فينا وكل واحد فينا بداخله كلام يحب يوصله أو رسالة ممكن يشارك فيها، لكن بالشيء الإيجابي ما نبي بشيء سلبي بالتأكيد. أنا ودي أتكلم وأعرف أكثر، فلو نقول ما المقصود بالتحفيز؟ التحفيز بكل بساطة التحفيز يعني التشجيع. كل شخص فينا بالحياة حتى أنا محتاجين التحفيز كل يوم، كأنه هو لايف ستايل أو نمط حياة نحتاجه كل يوم. أيوة لايف ستايل، مو سكيرت باي زارا أند باك باي شانيل، لايف ستايل اللي قاعد تحكي عنه خلاص وصلت فينا لهني. فاشينيستا مانا النورتش الفاشينيستا من هني، الباق مالتش أنتيغونا من جيفانشي من هناك، والله كلنا نعرف وما حد قاصر، لكن هذا التحفيز. كملة يا راسل. وممكن الله يسلمك، وممكن هل فاشينيستاز اللي انت توك الحين تكلمت عنهم يوحون لنا مرات بلوك معين؟ صحيح. فهي يعني شغله ممكن انت تستفيد فيها بالطريقه اللي انت تبيها. بس انا كنت حاب شوي اشاغبهم. اي عموما للتحفيز نحتاجه نفس ما قلت كل يوم، وعساس كذي حسيت ان برنامج السناب شات انت تسمعه كل يوم وتقدر يعني تعيد المقولة أو الشيء اللي قاعد تسمعه خلال اليوم لمدة 24 ساعة، فكثر ما تسمعه كثر ما تشعر بالتحفيز، ومرات حتى التحفيز يكون تقدير، تحتاج تسمع كلمة تقدير ومو ضروري تحصلها كل يوم من كل شخص حوالينك. فوجود هذا الحساب يساعد الأشخاص، وأنا قاعدة ألمس هالشيء منهم يساعدهم خلال يومهم. تدري شلون دريت أنا في إنها متميزة ومبدعة؟ طبعا عطونا سالفة البودي لانجوج وغيره وكذي. وين حاط ساعتك أنت؟ قال يمين يسار؟ لا يمين. لا يسار حاط. هذا يمين وانا حاطها يسار. يسار بيسار. يقول لكم الاشخاص تقريبا يقلون عن 10% على مستوى العالم هم من يلبسون الساعه في ايدهم اليمين، والاشخاص هذيل اغلبهم يكونون قياديين محفزين وملهمين، خلونا نقول عاطفيا وفكريا، ويكونون فائقين الذكاء. فهذه اختنا فيلم جادي. ما اعرف البسها باليمين، ليش الحل؟ هذه لها سر. اليمين لها سر. بس ما راح اقولها، راح اقولها بسناب. يعني مو متعودين كذي. انا كل ما اسالهم على الموضوع هذا يقول لك انا متعود اشوف باليمين او متعود اشوف باليسار. انا عن نفسي متعود ان باليسار الساعه. هي عادة صح تكون باليسار. صح صح بالتاكيد. فاقن الذكاء باليمين. اكيد اكيد. لكن لو نبي نعرف اكثر اهم الطرق نقول المتبعه لتحفيز التفكير شنو هي؟ أهم شيء إحنا نحتاجه شلون نحفز نفسنا ذاتياً. فأول شيء ممكن أنا أركز عليه حتى بالإنستغرام أو بالسناب شات أو من خلال تواصلي مع الناس، أول شيء أساسي بالحياة إن تحفيزنا أي من رب العالمين ونعم بالله. فأي شيء نبي أو نحتاجه بالحياة مرات نمر في ظروف معينة أو مواقف نوصل لمرحلة ومعنا الناس حوالينا بس نقول
ما في أحد حوالينا، لذلك تواصلنا مع ربنا على طول واتصالنا فيه في أي موقف راح يمدنا بالتحفيز، هذا شيء. الشيء الثاني ممكن أن احنا نتحفز من خلال الناس اللي قاعدين وياهم، عشان كذي لازم نركز على الأشخاص اللي قاعدين نتواصل معاهم بشكل يومي، خصوصا أن الحين السوشيال ميديا صار وايد مهم، إنستغرام وسناب شات، فخلنا نحرص من الأشخاص اللي قاعدين نخليهم يدخلون بحياتنا، سواء بكلامهم التحفيزي أو يمكن سوالفهم العادية، ترى لا نقلل من أهمية هذا الشيء، راح يأثر علينا بشكل أو بآخر. أو حتى إذا شفنا ناس لهم تجاربهم بالحياة خلنا نقعد معاهم، ممكن كلامهم هذا معانا يعطونا عصارة سنين كثيرة تحفزنا شوي وتحرك أشياء فينا، فخلنا نحرص على هالأشياء. حلو، أنا بشوف أختي فيي توافقني الرأي أم تخالفني عليه، هل يفترض أن الإنسان يوصل إلى عمر معين ينخل البشر اللي حوالينا؟ يمكن توافقيني بهذا الشيء، أنا أدري إنزين. لكن الناس السلبيين في هناك ناس أنا إنسان متذمر وأنا أعترف، أنا أمتعظ مثلا من بعض الأمور اللي تجري في خارج نطاق العمل، داخل العمل، المنزل أو غيره، أنا إنسان بطبيعتي متذمر، لكن كثر ما أحاول أني أكظم غيظي، هذه شغلة سلبية أنا أعتبرها بشخصيتي. لكن هناك ناس متذمرين يعني بطريقة وبدرجة لا تطاق، هناك ناس سلبيين اللي خلاص من تقعدين وياه 5 دقائق تنغتين تقولين يا الله خلاص كلمة نبي كلمة تونس. الناس هذول يفترض ان احنا نوخرهم عن حياتنا او نبتعد عنهم كثر ما نقدر. اول شيء خلينا نتكلم عن التحلطم اللي مرات يصير، او مرات العصبية او النرفزة او السلبية اللي تكون بالحياة، هذه موجودة عند كل شخص فينا صح. حتى انا، بس شنو المشكلة اذا طولت اكثر من اللازم؟ وفي ناس وجودهم في حياتنا ما المفروض يطول اكثر من اللازم، بكل بساطة أنا أقول لكم إغنور، انتهت صلاحيتهم. الله 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 انتهت صلاحيتهم. هذا الكلام اللي بسمعه. فالمفروض بين وقت والثاني نفس ما ندخل الانستغرام، نفس ما ندخل السناب شات ونوصل لمرحلة هالشخص أنا ما بأتابعه أو هو الإنسان ما بأتابعه، مو عشان شيء ولا هو شيء شخصي، لكن إذا مو قاعد يضيف لنا معلومة، مو قاعد نرتاح أو نستانس لما نتابع هذا الشخص صح. أو أشخاص معينين مو قاعدين نستفيد منهم، فشنو فائدة وجودهم في هذه الحياة؟ لذلك أنا قاعد أقول حق كل شخص الحين قاعد يشوفنا، في أشخاص راجعوا أنفسكم سواء بالموبايل أو بحياتكم، انتهت صلاحيتهم، تخلصوا منهم. يعني بلوك وديليت واكسبايرد خلاص، يعني هذه الرساله واضحه من اختنا في، قاعد تقول لك اللي ما له داعي في حياتك واللي ما يطور في حياتك او تحسه انه دائما يتشكى حوالينك ما راح يجيب لك الا الشيء السلبي. باللغه العربيه دحفه، بس خلاص يعني قاعد يحن على راسك وتشوف حياته كلها سلبيه وما يتمنى لك الخير، يبيك نفسه ويبي يجذبك حق حياته السيئه، اكيد شيء سيء ما يجذب لك الا السيء، فابتعد عنه وعيش حياتك في ايجابيه وابتدي يومك يا اخي يوم جميل وغير طور. طلع لك ربع سنعين، طلع لك ربع مثل فيلم جادي، تخير طلع لك ربع مثل بدر الدرويش. الله يسلمك. والله يعني الشيء بشيء يذكر انزين، المرء على دين خليله فليتخير احدكم من يخالل، هذه يعني احد اقوال رسولنا الكريم. الشغله الثانيه عليه افضل الصلاه والسلام، رسولنا الكريم ايضا قال تخيروا لنطفكم فان العرق دساس، لما يقول فان العرق دساس ما يقصد العروق والاصول او غيره، يقصد القناعات السيئه، التعامل السيء، الدين الذي لا يحوي على معامله جميله. انا لاول مره اشوف واحده تغلب علي بحلقه فيلم جادي، الحوار كله لك والله ما ابي اسال، بس ابي استمتع واقعد. عامر اعطيني تحفيز. اعطيك تحفيز، دام تكلمنا عن الاشخاص اللي ممكن ياثرون على حياتنا بشكل سلبي، في خلال حياتي في أشخاص أساسا يكون الشيء اللي قاعد أقوله عملي وأنا مطبقته بحياتي والناس ممكن يستفيدون منه إن شاء الله. في أشخاص في حياتنا خلال مراحل حياتنا العديدة أثروا فينا بطريقة أو بأخرى، عشان كذي جت استخدامي للسناب شات أكثر، لأن قاعد أوصل حق الناس بصوتي. في أشخاص معينين يمكن الحين من خلال كلامي يطري على بالكم كذي شخص، إنسان أو إنسانة أثر في حياتكم بشكل أو بآخر صح. بصوت، بجملة، بشيء قاله، ليه الحين هالشيء موجود؟ يمكن بمراحل الدراسية، يمكن خلال العمل، فلا نبخل على أنفسنا إن إحنا نقعد مع هالناس ونسمع. من أثر في؟ من أثروا فيني؟ أي الأصوات أشخاص اللي أثرت فيك والأشخاص اللي أثرت فيك؟ أشخاص تأثرتي فيه؟ أشخاص وايد أمانة، عشان كذي قاعد أقول لكم ما في شخص معين، خلال مراحل الحياة كثير، بمرحلة الدراسة في مدرسات أثروا فيني، نعم. بمرحلة العمل في مدراء أثروا فيني، في رؤساء أثروا فيني،
فلا نبخل على أنفسنا. مرات في ناس يعطون من قلبهم، صح. هالناس اللي يعطون من قلبهم خلنا نقعد معاهم نسمع شنو عندهم، وسبحان الله الناس الإيجابيين أو اللي تحب الخير حق غيرها لما تشوف الشيء هذا موجود فيك مو بس تساعدك بل تعطيك نصايح، لذلك الكلام يظل محفور براسك وتشوف لك شيء لي قدام. هالناس حرصوا أن أنتوا تكونون معاهم وتحرصون أن دائما يكونون حوالينكم. نعم بالتأكيد، وهذا الشيء الواحد يحتاج بوش على قولتهم اللي هي الدفعة، وأكيد الدفعة تأخذينها مثل ما قلتي من الناس اللي حوالينك. وليش رأيك يا هاشم؟ أنا أقول أنها رائعة للأمانة، شخصية إيجابية، بما أني أنا من الناس اللي شوي متبحرين في علم الطاقة، بس مو بينون اللي قاعد يمش وما يسوي وهذا، لأنه عارف بعلم الطاقة الفايبس مالتها، ذبذباتها رائعة، الهالة الأورا مالتها جدا جميلة وإيجابية وتبعث على الطمأنينة. أبي أسألك سؤال، ممكن أعطيك نصيحة؟ يقول أنت شخصية كويتية رائعة، شوفي الدنيا بعيونك ولا تشوفينها بعين أحد ثاني. الله يسلمك. هذه كانت يعني كانت رسالة هاشم، لكن أنا يمكن بدش عليك في رسالة ثانية اللي بعرفها، هل من الضروري أن نقول وجود ناس أو رسالة في حياتنا أن الواحد يسعى أن يحققها؟ يعني هذا الشيء يعني يتحفز فيه. أكيد الرسالة، وجود رسالة في حياة أي إنسان هو الشيء اللي راح يخليه يتحفز، ويمكن يقوم النوم الصبح وهو عنده شيء يعني يسعى للصبح. أساس كذي في ناس وايد يمكن حين تسمعنا، في ناس يمكن عندها رسالة، وأنا أشكرها أن هي وصلت لها المرحلة وحققت رسالتها أو عرفت رسالتها بالحياة. اللي مو عارف رسالته بالحياة شيء جدا بسيط، كل يوم قوم الصبح أو خلال يومك لو خطرت على بالك أي فكرة، جرب شيء جديد، وكل يوم حاول انك تطور من نفسك. يمكن نوصل لمرحله والله ما احنا عارفين شنو نجرب. ما شاء الله بالكويت عندنا دورات كثيره ومدربين متميزين، مو بس في مجال التنميه البشريه، في مجال الحرف اليدويه، في مجال المهارات. فخل كل واحد يشوف شنو الشيء اللي يحبه، ووقت اللي يشوف شغفه او رسالته بالحياه راح يستمتع كل يوم انه هو يقوم الصبح ويعني يمر خلال يومه بشكل يعني سريع ومستانس ومرتاح فيه. ابي اوصل بعد رساله بنفس الوقت، في ناس يمكن الحين قاعده تسمعني ومفكره ان هي لقت رسالتها بالحياه. نعم. امثل هذه الرساله بباب، يمكن قاعد تشوفه انت شكله جميل وحلو، واقف عند هذا الباب قاعد تحاول تبطل يده الباب، ما هي راضيه تتبطل. صح. وتحاول تحس ان هذا الباب لك المفروض تبطله، مو راضي يتبطل. قمت تدور مفاتيح يمين يسار، تحاول، مو راضي تبطل الباب، معلق معاك. أنا أحب أقول حق الأشخاص اللي معلقين على هالباب الواحد، ترى يمكن على يمينك في باب، على يسارك في باب، يمكن في طريق هناك مفتوح لك من غير باب، بس ناطرك يعني إن أنت تمشي فيه. الله يقول الواحد يسد باب، ربك يسد باب، لابك إني يفتح لك بالضبط. ألف باب ومليون باب. بالتأكيد، فلا تي على باب واحد مكفول مثل ما قلتي، يمكن مفتاح من داخل، مفتاح غيره ما بيتبطل لك، مو شرط دق على الوسيط اللي يبطل بيبان هذه ما تبطل، خلاص غير الباب في غيره مليون باب. ليش نتعرض حق الإحباط؟ ليش هناك ناس وظيفتها بالحياة أنها تكون دافع محبط للأشخاص اللي أمامها؟ يعني الناس هذه الواحد شلون يتعامل وياها؟ وإذا تعرضنا للإحباط، أنا مثلاً لي قبل، والله مو لهني، لي قبل متعرض للإحباط، إنزين من القريب قبل الغريب، هذا وضع أي شاب كويتي يحمل ثمرة ولو ذرة إبداع داخله. فشلون إحنا نتعامل مع الإبداع؟ الإبداع نغرسه رغم عن أنوفهم، لكن شلون نتعامل مع الإحباط المحيط فينا؟ نفس ما قلت، في ناس يمكن تحس ان وظيفتها بالحياة كأن سي في حاطين لهم انتم محبطين، بلشوا حبطوا اللي حوالينكم. والغريب والحلو في الموضوع ان احنا عندنا وعي حق هالشيء، يعني تلاقي مثلا شخص يقعد معاك يقولك والله فلان محبط او فلانة محبطة. طيب دام انتم عرفتوا وحطيتوا التايتل عليهم، شو اللي جابركم ان انتم تقضون وقت كبير معاهم؟ على سبيل المثال يمكن هالشخص يكون شخص مقرب منك من الأهل، يمكن هالشخص يكون حوالينك بالدوام. اللي أطلبه من هالأشخاص أن أنت حاول أن الفترة اللي تكون مع هالأشخاص قليلة، ما تكون كبيرة، هذا أحد الحلول. الحل الثاني اللي تكلمت عنه بالبداية، لجوءنا لله سبحانه وتعالى من أروع الحلول. يعني وقت اللي الواحد يحس بإحباط أو يحس أنه هو محبط من أي شخص من الأشخاص، يلجأ لله سبحانه وتعالى. نعم. ويحاول أنه يعني يستلهم القوة، وأنا جربت هالشيء شخصيا، وسبحان الله، الله سبحانه يعني ميسر الأمور علينا ومسهلها بشكل جدا بسيط. فليش ما إحنا
ليش احنا قاعدين نصعبها على نفسنا وعندنا فكرة او يمكن متبرمجين عليها ان ترى النجاح والشيء الحلو هي بعد تعب وتحدي ومعاناة؟ لا، ترى هو جدا سهل. دائما خل نسأل نفسنا، يا ترى شنو الطريق السهل للوصول حق هدفي؟ وراح توصل له ان شاء الله. اكيد، وبإذن الله اي احد يمكن يحط في عيونه النجاح ويوخر عن نقول الشغلات السيئة ومساوئ الحياة، منها القيل والقال ومنها النميمة ومنها هذا سوى وهذاك سوى وهذا، يا أخي دع الخلق للخالق وابتعد عن هالأمور، ربك هو أدرى في عباده، وكل شخص منا له رسالة بالحياة لكن استمر فيها. كل شخص تشوفه ناجح تمنى له الخير وتمنى عن نفسك، الشيء هذا راح يرجع لك في مثله. حط ببالك ان في ملاك موجود حوالينك، مثل ما تدعي للناس وهو راح يقول ولك بمثله. يعني الله، انت دعيت لإنسان يقول لك وله بمثله، لان انت دعيت له في القيب، لا تدعي عليه وتمنى دائما الخير للناس. يمكن هذه رسالة انا احب اوجهها في حلقتنا اليوم، لكن انا ودي اتكلم عن ايش رايك في المقولة خشمك اللي ابوسه قبل الله خشمك تتكلم. بعد الحلقة خشمك ابوسه حبيبي هاشم، لكن انا ودي اتكلم ايش رايك في مقولة تقول لك الحياة فرصة، الفرصة تيجي الواحد لازم يستغلها. إنزين، إذا ما جت عندي الفرصة هل كيف راح تتكرر عندي مرة ثانية ولا هي مرة واحدة راح تجيني بحياتي؟ أنا عارف الرد، لكن أبي الرد منك للسادة المشاهدين أيضا اللي يمكن ما عندهم رد حق هالشيء. بالنسبة للفرص، في اعتقاد خاطئ عند البعض، أكيد مو الكل، لأن قاعد أقول لك الحين ما شاء الله الوعي وايد قاعد يزيد، صح، أن الفرصة تيجي مرة واحدة بالحياة. أنا أوجه سؤال للمشاهدين، أقول لهم تتوقعون أن الله سبحانه وتعالى نعم بالله الكريم اللي من صفاته الجميلة الكرم يعطينا فرصة واحدة بالحياة؟ كل يوم الله سبحانه وتعالى قاعد يعطينا فرص متعددة وكثيرة، صح. ويمكن أثبت لكم شيء، وجود اليوم معاكم هي فرصة، وجود يمكن أشخاص قاعد يطالعونا اليوم هي فرصة، صح. الفرصة موجودة في كل وقت، حتى موجودة الحين. يمكن في شخص قاعد يطالعنا مهتم بالهندسة أو الديكور، فالديكور اللي حوالينا يعطي فكرة أو إبداع حق شيء، فهذه تعتبر فرصة. ممكن واحدة تحب تحط ميك اب، فالألوان هذه توحي لها بلوك ميك اب. ممكن كلام، بس ما بتحط السعر وميك اب باي فلانة، أنا حقيقي ممكن شخص يسمع سؤال وجهتوا لي إياه وهو يوجه حق نفسه ويحاول يتساءل ويقول ليش ما أخذ الخطوة الأولى وأبلش في تحقيق هدفي؟ نعم. فالفرص موجودة كل يوم، بس منو عاد اللي يستغلها ويكون واعي ان الفرص هذه موجوده؟ ونعم بالله، بالتاكيد هالشيء هذا لازم الواحد وكل واحد فينا انه هو يستفيد منه. الفرصه في حياتنا هي في شكل يومي، مثل ما تفضلت اختنا في النجادي، يعني لا تقول انها هي مره جاتني وما راح تجيني ولا راح تكرر. ربك مكرر عليك ومنعم عليك بالخير طول ما قلبك ابيض، لا تشيل فيه السواد، وان شاء الله ربك بينعم عليك في كل خيراته. ابتسم ثم ابتسم بعدها رد ابتسم، مع دقة كل مطر تبكي فرحة وتنتظر ابداع ربي يجمعه ويعطره بعطر وزهر. انستغرام اختنا في المجادي راح تشوفونه موجود عندكم، ولا تخلوه للتواصل معها. انا الحين ما راح خليها تطلع من الاستديو، مسويت لي فولو باك قبل اسوي لها فولو. انزين، فهذه كانت حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لك في المجادي، يعطيك العافية على هذه الروعة والهالة الإيجابية الرائعة للأمانة. نتمنى أنك توصلين إلى أبعد من هذه المراحل. هذه كانت حلقتنا لهذا اليوم، عندك موهبة، فكرة، مبادرة، فعالية شبابية أو أي شيء رائع قلبك كويتي العنون هذا يشاغبك فيه ويشاغبك عليه، تواصلوا معانا، وكل الشكر لكم ولكل من تابعنا في أمان الله.